مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. توصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بخطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كافا بفتح الاستبدال بقوائم الاندية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادي. ومن المرجح ان يستبدل كل من ياسين الخروب الذي فسخ النادي الاحمر عقده معه، وهيثم الباجا من اجل قيد كل من المدافع عادل الرحيلي بعد الاصابة التي انهت موسم اشرف ظهري، وعدم التعافي الكامل للشيخ ابراهيم كومارا، بالاضافة الى المهاجم كباغبو لوران. كما بامكان القلعة الحمراء استبدال الحارس طه مريد بلاعب جديد لم يشارك في اي مواجهة، غير انه من المنتظر ان لا يجازف الوداد تحسبا لاي اصابة قد يتعرض لها الحارسين احمد ريد التاغناوتي وعيسى السويدي. وكان فريق الوداد الرياضي قد عمد في وقت سابق الى اضافة 4 لاعبين جدد للائحة الافريقية، يتعلق الامر بكل من عيسى السويدي وحمزة اسرير ويحيى عطية الله ثم الكونغولي كاسونغو كازادي. تجدر الاشارة الى ان هذا القرار في الكاف يأتي بناء على طلب الاندية المشاركة في البطولات الافريقية، بشرط ان لا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع اي فريق في البطولة الافريقية، بالاضافة الى ان يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في اي مباراة مع فريقه في البطولة. عزيزي المتابع، اذا كنت اول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.